غادي نتفقوا اذا خبيتوا شي حاجه من الذهب والكنوز والفضه ما غيبقى حتى شي عاد ما بيناتنا. وهذه كانت قمه الانصاف والعداله اللي دار رسول الله معاهم. غادي يقبلوا اليهود بهذا الامر، لكن اليهود معروف عليهم باللي انهم ما كاينش الصدق في كلامهم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سلام الله عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من سلسلة مع الحبيب. فقبل ما نبدأ حلقتنا اليوم بغيت نقول لكم هو الأول ما تنسوش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب باش تعاونوا هذا المحتوى أنه يطلع. خير ما تعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لنبدأ. من بعد صلح الحديبية اللي شفنا في حلقة البارحة، اليوم بقى لسيدنا رسول الله ذاك راس اللفعة واللي هو يهود خيبر اللي هم اللي حرضوا الأحزاب في الخندق على رسول الله، وهنا اللي اتفقوا مع غطفان وتحالفوا معها ضد رسول الله، وهم اللي صفتوا باش يقتل رسول الله. فتواصلوا مع المنافقين وهم اللي حرضوا بني قريضة في أصعب ساعات حرجة حياة المسلمين. غي أمر رسول الله الصحابة باللي أنه غادي يمشي لخيبر باش يفتحها، وخيبر معروفة باللي أنها فيها الخير والمزارع اللي وعدها للمؤمنين، وعدهم باش أنهم يفتحوها. غادي تجهز المدينة في بداية السنة السابعة للهجرة باش يفتحوا خيبر وتجهز الجيش الإسلامي والعرب كلهم باغيين القتال مع رسول الله، وما كانوا لا أهل قتال ولا أهل جهاد. ونهاهم رسول الله قال لهم ما غيخرج معي الخيبر إلا من جرب في القتال، غيخرج معاه كل من بيعوه تحت الشجرة. عقلت على ديال البارح اللي بيعوه في سبيل الله، أما دوك اللي بغاو الفلوس والغنائم والدنيا فهم ممنوعين باش أنهم يخرجوا مع سيدنا رسول الله. حاولوا الأعراب والمخلفون باش أنه يمشيوا مع المسلمين، ولكن هاد الأخيرين غادي منعوهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. كيظنوا بلي أنه الجهاد في سبيل الله أموال وخيرات وزرع، ولكن ما كانوش عارفين بلي أنه الجهاد راه ماشي لهذه الدنيا، وتمنع عليهم أنهم يخرجوا إلا دوك اللي بيعوا سيدنا رسول الله تحت الشجرة. وهكذا غيمشي الجيش الإسلامي إلى خيبر، أما رأس النفاق في المدينة غيصفت اليهود خيبر بلي جيش محمد جاي لكم، جاي لكم ردوا البال. غادي تزلزل الأرض من تحت الأقدام ديالهم وغادي تقذف الرعب في قلوبهم. جيش رسول الله جاي لخيبر أو بالأحرى لعند اليهود ديال خيبر، غادي يصفتوا الغطفان أجوا معنا عاونونا حنا راه الحلفاء ديالكم، غادي يوافقوا بشرط أن لهم نص نتاع الثمار ديال خيبر. وفعلا وافقوا، غادي تساعد غطفان باش حتى هي تقاتل معاهم ضد رسول الله. ولكن لما خرجوا غادي يسمعوا صوت ولغط في الاهالي ديالهم وسحب لهم بلي انه رسول الله وصحابه غاروا على الاهل ديالهم وتراجعوا وانسحبوا وخلاو اليهود بوحدهم يواجهوا المصير ديالهم. رسول الله غادي يتقدم هو والجيش وبعض الأدلة لواحد منهم في الطريق، غيسولوا رسول الله شو سميت هذا الطريق، قال لي حزن سيدنا رسول الله ما غاديش يسلكوا. عاود تقدم واحد شوية وقال لي شو سميت هذا الطريق، قال لي سميته متشائمة سيدنا رسول الله ما سلكوش. عاود زاد واحد شوية وقال لي شو سميت هذا الطريق، قال لي مرحب، وهو يسلك رسول الله وهو يتجه جهة خيبر. وما في الطريق تيقول أحد الصحابة شعرا بواحد الصوت اللي كان جميل، والصحابة كيسمعوا وحتى رسول الله كان تيسمع معاهم. لما سلم منه قال رسول الله شكون قال هذا الشعر، قالوا ليه ابن الأكوع يرحمه الله. رسول الله إذا قال يرحمه الله في معركة بمعنى قتل واستشهد، وفعلا عامر غادي يستشهد في معركة خيبر. غادي يتقدم الجيش حتى غيوصل قريب من خيبر، وشاف رسول الله خيبر من بعيد ورفع يديه للسماء وقال اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أضلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما دارين، نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. غادي يطيح الظلام وغادي يعسكر رسول الله والجيش قريب من خيبر. في الليل قال الصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ليفتحن الله على يده. وبقوا الصحابة ديك الليلة كلها تفكروا شكون هو هذا الرجل، كل واحد فيهم جالس كيتمنى شكون هو هذا الرجل اللي غادي تعطي لي هذا الراية. لما صبح الصباح غادي يسول رسول الله المجاهدون
أين علي بن أبي طالب ابن عمه وصاحبه؟ قالوا له يا رسول الله كي يشتكي من عينيه راه مريض. قال لهم جيبوه ليا. لما جابوه ليه غيدعي رسول الله ليه وغادي ينفث ليه في عينيه، ولاو كأنما كان فيهم حتى شي حاجة. وعطاه الراية، عطاها لأبي الحسن لسيدنا علي. علي غادي ياخدها وقال رسول الله شنو ندير بها يا رسول الله؟ قال لي سير قدامك وما تلفتش وأتي القوم وأول ما تدعوهم إليه هو الإسلام، إذا جاوبوك فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من الغنائم والإبل والثمار. قال لي سيدنا رسول الله فكر أنك تدعوهم للإسلام، وإذا غير رجل واحد منهم طلع من دوك اليهود وسلم خير لنا من الغنائم كلها. هذه كانت وصية للدامع علي بن أبي طالب. اقترب رسول الله من خيبر وشافوه بعض اليهود اللي خرجوا في الصباح بكري غادي للمزارع ديالهم يقطفوا الثمار ديالهم ويقدوا الاشجار ديالهم، ولكن لما شافوا رسول الله بداو تيغوتوا. محمد والخميس زعما الرباعه ديالو رجعوا بداو تيحضروا القوم ديالهم. غادي يعسكر مره اخرى رسول الله والقوم ديالو قبل من خيبر. قال ليه ابن المنذر اللي كان واحد الرجل اللي هو خبير بمواقع الحرب، يا رسول الله هذا المكان ماشي هو المناسب، اليهود عارفين علينا وحنا راه ما عارفينش عليهم، كيرميو علينا وما نقدروش نرميو عليهم، يوصلوا لنا ولكن ما نقدروش نوصلوا لهم من هذه البلاصه، ممكن يغدرونا، خصنا نبدل المكان ديالنا. فعلا غيبدلوا المكان في انتظار معركه تاريخيه مره اخرى اللي غادي تفصل ما بين سيدنا رسول الله والمسلمين ومن بين اليهود نتاع خيبر. غادي يتقدموا المسلمين لعند اليهود وتحصنوا بالحصون ديالهم كيف عادتهم، واحتماوا بهاد الحصون اللي ظنوا بلي انهم غادي تحميهم من دون الله. فاول حصن كان اقواها هو حصن ناعم اللي حاولوا المسلمين باش انهم يخترقوه، ولكن ما قدروش وبقوا الايام حاصرينهم. بغاو يقتحموا هاد الحصن والنبال كطاير ما بين الفريقين. غادي يخرج من حصن ناعم قائد يهود كان رجل شجاع ومبارز اللي كان قوي سميتو مرحب. بدا كيتحدى المسلمين شكون اللي غادي يبارزو، وكيف العاده ديال العرب في بدايه المعركه للساحه ويقول مرحبا زعما شكون بغى يبدا معاه. قال قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، اذا الحروب اقبلت تلهبوا من يبارزني. نضلي الصحابي ابن الاكوع وقال ليه قد علمت خيبر اني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. وغادي يتبارزوا بزوج وكلشي كيشوفوا عينيهم محطوطه عليهم، لكن مرحب هاد المره كان قوي وكان لابس الدروع غيضرب عامر وقتلو. قال الحبيب لقد اوتي اجرا انه جاهد وهو مجاهد. مره اخرى قال مرحب قد علمت خيبر اني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب من يبارزني. كانت هذه بالطريقه باش كان تينادي على المقاتلين يجيو يقاتلوا معاه. غيخرج لعنده ابو الحسن اللي هو علي بن ابي طالب، وخاص السن ديالو كان صغير بزاف على مرحب والسلاح ديالو قل من مرحب، ولكن كان قوي في الايمان ديالو. غادي ينطق سيدنا علي وغادي يقول انا الذي سماني امي حيدره سميتي اسد كليث غابات كريه المنظر اكلهم بسيل كالصندره. قال لي شكون انت؟ قال ليه انا علي بن ابي طالب. وناض ليه علي بدا كيبارز فيه وقال ليه مرحبا والله انا ما بغيتش نقتلك حيتاش انت صغير في السن، ولكن احب قتلك والله. غادي تبارزوا وضربه واحده من الامام علي غادي يقتل مرحب، والمسلمين بداو تيكبروا. غيقتحموا مره اخرى المسلمون اول حصن ديال اليهود اللي كانوا مجموعين فيه اعزكم الله كيف الطوبات. غادي يهربوا عاوتاني للحصن اللي من مور هذاك الاول، غادي يشوفهم واحد الراجل من اليهود وسول الامام علي شكون انت؟ قال لي علي بن ابي طالب خو مرحب كان سميتو ياسر. نض كيتحدى شكون غيبارزو مره اخرى. خرج ليه الزبير وقال لي انا نبارزك. قالت مو صفيه يا رسول الله غادي يقتل لي ابني. قال لي الحبيب بل ابنك يقتله. وفعلا زبير غادي يقتلو. المسلمين انتقلوا للحصن الثاني واليهود يتخبوا في الحصن الثالث اللي كان سميتو حصن الصعب، وبقاو الحصار الايام والمسلمون جاهم الجوع وذبحوا الحمر الانسيه الاهليه وبغاو ياكلوها، ولكنها هم رسول الله ورفع يديه للسماء كيدعو مولانا انه يفتح هذا الحصن. من بعد ايام غادي يقذف مولانا في قلوب اليهود الرعب، وباذن الله غادي يقتحموا المسلمون الحصن الثالث وما تيقولوا الله اكبر، وكيهربوا اليهود للحصن الرابع اللي هو حصن الزبير وغيدخلوا ليه المسلمون. من بعد ما فتحوا المسلمون هذا الحصن الصعب غادي يهربوا اليهود للحصن اللي من موراه. هذه هي كانت حالتهم كيتخبوا من قلعه لوحده اخرى. غادي يهربوا لواحد القلعه اللي كانت سميتها قلعه الزبير اللي غيحصنوا فيها الطعام ديالهم والمياه ديالهم اللي كانت غير تجري. رسول الله بقى محاصرهم الايام ولكن ما قدرش يخترق هذا الحصن. غيجي واحد اليهودي لرسول الله وقال يا محمد والله لو حاصرتهم شهرا ما غاديش يخرجوا حيتاش عندهم كل شيء تما لداخل، لو كان قطعتي عليهم الماء ما غاديش يقدروا يصبروا
فعلا رسول الله غادي يقطع عليهم الماء وقبل ما يموتوا بالعطش غادي يهربوا للحصن اللي من مورا الحصن تاع الزبير. هذا الحصن سميتو أبي اللي غادي يقتلوا فيه واحد القتال اللي كان شرس. فهاد القلعة غادي توقع ما بين اليهود والمسلمين مبارزات اللي فيهم غادي يقتلوا اليهود كلهم. وكان آخر من قتل اليهود في المبارزين هو أبو دجانة رضي الله عنه اللي كان شجاع. غيقتل آخر واحد وغيمشي كيجري للحصن لداخل وغادي يهربوا دوك اليهود اللي بقاو في ديك القلعة باش يمشيو للحصن الآخر اللي سميتو حصن النزار واللي جمعوا فيه اليهود عيالاتهم حيتاش أقوى حصن في الشطر الأول من خيبر. فقتلوا قتال شرس ضد المسلمين ورموا عليهم النبال والحجر ولكن في الأخير غادي يهربوا. لما رسول الله غادي يبدا كيهرس لهم الحصون وعرفوا باللي انهم مشاو فيها شنو غادي يديروا هنا اليهود؟ غادي يخليو اولا غادي يفرطوا في عيالاتهم ومشاو لشاطر واحد اخر من خيبر. قال فيهم مولانا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. غادي تفتح الشطر الاول من خيبر ودابا بقى الشطر الثاني فمشاو المسلمين غادي يدخلوا ليه وكانوا اليهود مخبيين تما في الحصون الداخل. كان في الشطر الثاني حصن الابناء ابي حقيل من سادات اليهود وكان حصن اللي هو شديد غيحصرهم رسول الله تما 14 يوم واحد الحصار اللي كان شديد. من بعدها غادي يقرر باش انه غادي يهدم هاد الحصون كلها باش يقدر يخترقها. لما سقط الخبر اليهود لهذا الشيء بداو بالمفاوضات غادي ينزل واحد منهم لرسول الله باش يفاوضوا. فاتفق رسول الله مع اليهود ديال خيبر انهم يقيموا الصلح وان رسول الله يعفو عليهم من المقاتله ديالهم وياخذوا ولادهم وعيالاتهم ولكن اموالهم والحلي ديالهم وحتى الاراضي والزروع والثمار ما ياخذوا منها حتى شي حاجه حتى شي فلس. ما يخرجوا من خيبر الا ومعاهم غير حوايجهم اللي لابسين ويمشوا في حالهم. غادي توافق اليهود على هذا الاتفاق ما عندهمش الحل اهم حاجه انهم يعتقوا رؤوسهم. فعلا غير رسول الله بهذا الامر واشترط عليهم شرط ان كتمتموني شيئا فقد برئت منكم ذمه الله وذمه رسوله. زعما غادي نتفقوا اذا خبيتوا شي حاجه من الذهب والكنوز والفضه ما غيبقى حتى شي عاد ما بيناتنا. وهذه كانت قمه الانصاف والعداله لدار رسول الله معاهم. غادي يقبلوا اليهود بهذا الامر لكن اليهود معروف عليهم بلي انه ما كاينش الصدق في كلامهم. غيدخل رسول الله للحصون وجات خبر بلي انه ابن ابي الحقيل خباو الاموال ديالهم من الذهب والفضه والكنوز. فسولهم سيدنا محمد ونكروا ويقولوا ماذا لقينا؟ قالوا لهم براءتي الذمه. لما قلب رسول الله دارهم غادي يلقاو فعلا بلي انهم خبوا اموال وذهب وغادي يطبق عليهم عليه الصلاه والسلام القصاص وقتلهم. رجل اخر سميتو كنان الربيع غادي ياخذ كنز من بني النضير وخباه. فاش سولوا رسول الله غادي ينكر اعطاه فرصه اذا لقيتو راه غادي نقتلوك. قال لي قتلوني. غيجي ابن عم كنان عند سيدنا محمد وقال ليه بلي انه لقيت كنان كيطوف كل فجر في هذه الخربه. امر الصحابه وما يقلبوا ولقاو الكنز وما يقتلوه. هكذا مولانا وهب للمسلمين غنائم اللي ما كانوش يحلموا بها واللي عمرهم خداو بحالها حتى الخيبر ورجعوا للانصار كاع داكشي اللي خداو منهم اليهود حيت في الاصل راه ماشي ديالهم. فاش تفتحت خيبر جاو اليهود عند رسول الله اذا خديتي هاد الاراضي ما تقدرش تصلحها وغادي تفسد. قالوا ليه اشنو بان لكم اننا نقوم عليهم وعندكم نص منها؟ قال لهم لا المسلمين ما مسالينش لهذا ولكن رسول الله غادي يرجع اليهود لبلاد وعليهم النص والمسلمون لهم النص ورسول الله غادي يقسم الغنائم. غادي تجي سفينة للساحل وجا الوفد لرسول الله. منين جاو؟ من الحبشة. فرح رسول الله وسول واش فيهم جعفر بن أبي طالب ابن عمو اللي تيحبو. قالوا ليه نعم راه معاهم. من شدة فرح رسول الله قال لا أدري بأيهم أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. يعني قدوم جعفر كان بمثابة فتح خيبر. من بعد فتح خيبر جات واحد المرأة يهودية خبيثة اللي سميتها زينب بنت الحارث كتسول على رسول الله فدلوها عليه وسولت أي أجزاء شات أحب لمحمد. قالوا لي هاد الذراع. مشات ذبحات واحد الشات وطبختها وسممتها وكثرات من السم في الذراع. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. من بعد غادي تهديها لرسول الله وقبل منها هو عليه الصلاة والسلام كهادية واحسن الظن بها فجلس باش ياكل وكانوا معاه اصحابه. رسول الله غياكل في هاد اللحظة فاش غادي يحط ديك القدمة فمو وفي هاد اللحظة غادي يوحي ليه مولانا بلي انه هاد الشات راه مسمومة. هو يوقف الصحابة كلهم على الماكلة وعيط على المرأة وسولها اعترفت علاش درتي هاد الشيء؟ قالت ليه اذا كنت نبيا فستخبر وسيوحى اليك وستحفظ واذا كنت ملكا غادي نرتاحوا منك.
قمة الخبز. فإذا برسول الله غادي تلقى صراح ديالها وما عقباش. ولكن لما مات أحد الصحابة اللي كلا من هذه الشات ومات اللي هو البسر ابن براء المعرور، غادي يقتلها سيدنا رسول الله. وهكذا تفتحت خيبر، وهكذا مولانا غنى المسلمين ونصر خليله ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه هي كانت حلقتنا اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. اما سؤال حلقتنا الليله كالتالي، كنت قلت لكم بلي انه سيدنا رسول الله غادي يجمع الصحابه اولا المقاتلين اللي كانوا بيعوه من تحت الشجره باش انهم يفتحوا واحد البلاصه. شنو هي البلاصه اللي مشاو يفتحوها؟ دونتو في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو غدا. سلام سلام.